نبيل عبيد. مستمعينا مشاهدينا نجد لكم التحية، صباح الخير للناس كل اللي حلوا الراديو والقوا رواحهم على موجاتنا، موجات الإذاعة الوطنية التونسية. إذا انتم في ثنية زينة لكم، جاء وقت ضيف الماتينال كالعادة بعد موجز الثمانية تكون فقرتنا مع ضيف مش نستفادوا من خبرته، مش نستفادوا من اللي مش يقولونا. اليوم ضيفتنا هي مدام سامية منيف، هي أستاذة في الطب بالأساس والمديرة العامة لمعهد من أعرق المعاهد في تونس، عنده أهمية عالمية، معهد باستور بتونس. ضيف الماتينال مدام سامية منيف، مرحبا بك، نهارك طيب. صباح الخير، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعين الإذاعة الوطنية، نشكرك على الدعوة. مرحبا، نشكرك نحن على قبول الدعوة لأول مرة على موجاتنا في استوديونا، شرفتنا. مش نتحدثوا على معهد تأسس عام 1893 في مجموعة من المصالح، من المخابر، من الأقسام. المعهد هذا عريق بما أنه ينشط في شبكة كاملة، هو يعتبر الأول إفريقيا، عنده أهمية كبيرة على المستوى القاري وأيضا على المستوى العالمي، بما أنه يكتسي أهمية عالمية لكونه ثالث في العالم من حيث القدم ومن حيث الخبرة من بين 32 معهد في العالم. معهد باستور بدا من الأول وتأسس كمركز للتلقيح، والناس والرأي العام بقى في بينهم النقطة بدأ هو مركز للتلقيح، لكن هو أكثر من هذا برشا. نعطيك الكلمة اللي كنتي مش تحدثنا على معهد باستور. شكرا. معهد باستور هي أول حاجة هي مؤسسة عمومية للصحة تحت إشراف وزارة الصحة، وكما قلت أنت هي مؤسسة عريقة. أسس معهد باستور عام 1893. هو نذكر اللي فما 32 معهد باستور حول العالم، دونك وهذه الشبكة العالمية لمعاهد باستور تخدم بتنسيق ما بين المعاهد، ومعهد باستور تونس هو الثالث معهد باستور من ناحية القدم. دونك أول معهد باستور كان معهد باستور باريس، وبعد معهد باستور في الفيتنام، وبعد معهد باستور تونس. دونك توا معهد باستور تونس عنده أكثر من 130 سنة، دونك هي مؤسسة عريقة، ويعتبر معهد باستور مؤسسة رائدة في مجال الأبحاث الطبية والبيولوجية. يعني هاليوم مهامه الرئيسية هي القيام بالأبحاث. نعمل زادة التشخيص الطبي، خاطر المعهد هذية توا يشغل أكثر من 520 شخص، وينضم فيه إطارات علمية من مختلف الاختصاصات، نذكر منها الأطباء والبياطرة والصيادلة، بيولوجيين تقنيين والإداريين. والنشاط تاع معهد باستور يتمحور حول ثلاث مهام أساسية. المهمة الأولى هي التشخيص الطبي والوقاية، لو دياغنوستيك لا سانتي بوبليك. دونك يحتوي معهد باستور على 16 مخبر يقوم بخدمات تشخيص طبي تحت إشراف أطباء وصيادلة، والأغلبها هذوما المخابر تعد ذات صبغة مرجعية على صعيد الوطني، والبعض منهم على صعيد الإقليمي. نذكر منها مخابر أمراض الدم، أمراض المناعة، أمراض الفيروسات وغيرها من الاختصاصات اللي تعاون برشا الأطباء في التشخيص والطب الدقيق والمشخص، خاطر توا لا ميديسين لا ايفولوي ولينا نستحقوا التشخيص الطبي دقيق باش نجمو نوفروا للمرضى العلاج المناسب. المهمة الثانية المعهد باستور هو البحث العلمي. دونك هوني نوجه تحية لزملائي الباحثين في معهد باستور، على خاطر معهد باستور فيه عدد كبير من علماء وباحثين في تطوير البحث العلمي في مجالات متعددة كما علم الفيروسات والأمراض الجينية والسرطانية،
وهذوما العلماء والباحثين يخدموا في إطار شراكة مع مؤسسات علمية دولية لتبادل الخبرات والمعارف. كما يتميز المعهد باحتضان مخبر علمي في مجال الإعلامية البيولوجية لبيو انفورماتيك اللي هو يعتبر من روائد لتطوير التشخيص الطبي في تونس. والمهمة الثالثة واللي هي ما تنقصش أهمية في معهد باستور هو التدريب والتكوين. يقدم المعهد برامج تدريب وتكوين للطلاب الباحثين في المجالات البيولوجية والطبية ومن خلال تنظيم ورشات عمل وندوات علمية. وكما يساهم الإطار العلمي للمعهد في التأطير والتدريس للطلبة بالمؤسسات الجامعية الوطنية والخاصة. نعم، اليوم على مستوى التجهيزات والبنية هل أنه المعهد عنده كل ما يلزم ولا نحن في حاجة إلى تطوير زيادة إمكانية العمل فيه؟ هو يقوم بالمهام اللي كنت تحكي فيهم. أي هو الحقيقة عنده ما إذا كان نحبوا نواكبوا البحوث والتقنيات الحديثة ديما مستحقين أكثر، على خاطر في المجالات هذوما البحوث هي تتطور، أما مع هذا تتطلب تقنيات أخرى وتقنيات حديثة، دونك ديما المطالب موجودة. أكيد نجحت برشا معهد باستور ومانيش مش نرجعوا لها الآن لأنه عنا برشا محاور مش نتحدثوا عليها، مش نركزوا على داء الكلب عفى الله الجميع لأنه هذا حديث الساعة ولأنه المعهد عنده دور كبير. عنا فصل إشهاري وبعد نرجع معك مدام سامية تتينا دوركم كمعهد باستور وباحثين فيه في مقاومة داء الكلب، ثم في الجمعة اللي فاتت إقبال كبير كان من المواطنين لأنه ديما في مخهم معهد باستور هو اللي فيه تلقيح، ألوغ كو وزارة الصحة عملت مراكز أخرى بعد الإشهار. نرجع مش نتحدثوا في المواضيع هذه. إشهار. الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاون الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه. الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان، ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. وزارة الصناعة والمناجم والطاقة. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك. إشهار. نرجع معكم، كنا وقت اللي انتم تسمعوا في الأشعار كنا نتحدثوا على حديث الساعة في تونس وحديث الساعة في العالم. في تونس خلينا في بلادنا داء الكلب، انتم أكيد من الرواد في المجال هذا ومع بحوثكم ومع التلقيح وكل، شنو كان دوركم ثم اليوم شنو الوضعية يعني بالنسبة لهذا الداء؟ هو لازمني نفكر اللي منذ تأسيسه معهد باستور لعب دور محوري في مجابهة الجوائح، معناتها هذا من عام 1900 وتوا ما ننساوش اللي عام 2020-21 جات جائحة كورونا وفيها معهد باستور لعب دور كبير، وتوا قاعد يلعب في دور كبير أوسي في مجابهة داء الكلب. علاش؟ على خاطر في معهد باستور عندنا مخبر مرجعي لتشخيص داء الكلب وهو الوحيد في تونس، وهذا المخبر لتشخيص داء الكلب يخدم على تشخيص داء الكلب في عند الحيوانات. مالوغوزمون سنة استحقينا له سنة وعامنا والزادة استحقينا له باش نعملوا التشخيص عند الأشخاص، خاطر للأسف سجلنا عامنا والستة وفيات بشرية
من جراء داء الكلب. وسنة لحد التوى سجلنا 9 وفيات، وهذا فريمان غير مقبول، وإن شاء الله إن شاء الله نحدوا من الآفة هذه. أنا اسمح لي باش نذكر بداء الكلب. داء الكلب هو مرض فيروسي، وهو مرض مميت لكن يمكن الوقاية منه. يتنقل عن طريق عضات حيوانات مصابة، وغالبا منها الكلاب. أما راهو سي امبورطون اللي الثدييات الكل، اللي ماميفير الكل ينجموا ينقلوا المرض هذا، لقطاطس، الأرانب، لقطاطس، العليلش، الأبقار، الكلهم. أما 99% من الحالات البشرية المسجلة عن اتخافير لو موند ناتجة على التعرض لكلب مصاب. وعضة سيغتو، عضة هي تنجم تكون عضة، تنجم تكون تخبيشة، وتنجم تكون لحسة على جرح مفتوح. علاش؟ على خاطر الفيروس هذايا موجود في اللعاب متاع الكلب ولا متاع القطوسة متاع الحيوان المصاب. واللي أهم سيكو ساعات الفيروس موجود ولكن ما هوش الحيوان، مازال الأعراض مش ظاهرة عليه، ما فماش دي سيني. هذاك علاش سي تري امبورطون دتر فيجيلان وين ما فما لحس، حتى لحس على جرح مفتوح. وإذا كان الحيوان غريب وما عندنا حتى فكرة على التلقيح متاعه ولا لا، لازم المواطن يتصل باللي سنتر دو فاكسيناسيون من غير هلع. على خاطر شفنا، لاحظنا للمدة اللي فاتت المواطنين برشا منهم يجيونا في حالة هلع. راهو إذا كان حتى لا يقدر تمسوا ولا تجرحوا كلب ولا قطوسة مصابة، فما معناتها، مش معناتها العبد باش يموت. خاطر التلقيح الوقائي، لا بريز ان شارج اسوري في معهد باستور وفي لي سنتر الاخرين، راهي البريفيان لا مالادي. معناتها ما فماش ريسك، فما وقاية ناجعة، وبقدرة ربي ما يموتوش. نفكر اللي الوفيات اللي سجلناهم مالوغزمان يما ما تلقاوش العلاج وإلا ما كملوش العلاج، هذاك علاش توفي. معناها وهنا زيد نقولوا للناس اللي ما يزمنيش نبالغوا في ال exactly. خاطر مرات فما مبالغة، فما مبالغة، ناس خافت. وي وي فما مبالغة. هذا سا فو با دير كو ما لازمناش ناخذوا الاحتياطات اللازمة. أول حاجة أنه إذا عندك حيوان، أول حاجة كان عندك حيوان هز لقحلو. ثانيا لازمنا الكلنا نتعاونوا على مكافحة الكلاب الضالة اللي هي تشكل خطر كبير على انتشاء دار الكلب. الكلاب الضاله ماك تعرف لي شيان ايغون، اكثر حاجه هو كيف تعطيهم الماكله. دونك كي تحطوا الماكله في الشارع والا فما عباد يحبوا يعطيوا الماكله للكلاب الضاله، وهذا مش حل. معناتها هذايا لازم يقف. وثانيا فما الابلاغ على الحيوانات المشبوهه. انت كي ترى حيوان مشكوك فيه ما تسكتش عليه، خاطر هو هذاك ينجم ياثر على عبد وينجم يعدي كلاب اخرين. وين يبلغ؟ يبلغ عند اي مندوبيه جهويه للحيوانات، للفلاحه معناها، للفلاحه يبلغ عليه، على خاطر الحيوانات المشبوهه وعدم لمس الحيوانات الغريبه. معناتها حيوان ما تعرفوش، ما مرات صغارنا حتى قطوس في الشارع ما هو محليه، محليه ما تعرفش عليه، ينجم يكون حامل للفيروس وما عنده حتى اعراض. فهمت؟ دونك فوالا، هذا هذوما دي ميساج امبورطون. فما معناتها ساعات يقولوا لي شنو ما الاعراض اللي نشوفهم مع الكلب. راهو الاعراض elles sont très variées. ساعات بمجد حاله الهيجان اللي يعرفوها الناس كل، مي ساعات بالعكس راهو الكلب يبدا او كونترير شادد، معناتها il est abattu. هذاك ça n'écarte pas l'idée اللي هو عنده لا راج. وفما زاده اللي نشوفوها ديما، الكلب هذاك اللي يبدا يمشي وساقه مش متركز، ياكوا اكزاكتومون. برشا ناس يقول لك ضربته كهرباء، لا
هذاك ينجم يكون سيني متاع داء الكلب. دونك هذوما الكل سي تري امبورطون باش المواطنين يكونوا واعيين ويعاونوا على مكافحه داء الكلب. وانا اللي نقول للمواطنين دونك بيان سور الوقايه سي تري امبورطون. كان لا يقدر وقعت لهم ان كونتاكت مع حيوان مشتبه كيف من هكا دونك اول حاجه يغسل مليح بالماء والصابون معناتها لمده 15 دقيقه باش نحيو الفيروس قد اللي نجمو ومن بعد يلتحق باول اقرب سنتر صحي ينجم يكون معهد باستور اما السبيطارات الكل والاقسام الاستعجاليه الكل تنجم تقبلها وتعطي اللازم. نحن تنهبطوا على الصفحه الرسميه للاذاعه الوطنيه كل مراكز الاحاطه الطبيه الوقائيه ضد داء الكلب موجودين في كامل تراب الجمهوريه. وزاره الصحه حطتهم على ذمتكم مش كان معهد باستور لانه الجمعه اللي فاتت كان الاقبال كبير عندكم. وي وهذايا معناتها مالوغوزمون للاسف ماهوش به لا للبيرسونيل تاع باستور اللي وقع له معناتها تعب برشا وما نجمش يوفر الحاجيات للمواطنين الكل. الحمد لله وزارة الصحة حطت دوتر سنتر دو فاكسيناسيون دونك يمشيو انا ارقام قداش من تلقيح عملوا مع باستور احنا توا في النهار نعملوا في 240 تلقيح في النهار الوغ كو كنا في 40 ماكسيموم دونك الخدمة نتاعنا ضعفت بقيمة 5 مرات. اما زاد المواطن كي يقعد يستنى بالستة سوايع والسبعة سوايع مش باهي لا ليه لا للحيوان اللي جابوا معاه ولا ليكم انتوما زاد علاش حابين اليوم نركزوا اللي راي المراكز نتاع الإحاطة الطبية موجودة في كل تراب الجمهورية وعددها كبير في كل منطقة في كل بلاصة. الأقسام أولا نتاع المستشفيات ثم وحدات الاستعجالي ثم مراكز الرعاية نتاع الأم والطفل تقريبا كل مؤسساتنا الصحية أي. عملوا فيها سنتر للوقايه من داء الكلب. انتم ما قبل تعملوا الفاكسيناسيون للعبيد معناها ما قبل تلقحوا اي معناتها هو مالوغوزمون داء الكلب موجود وما كناش نسجلوا سيت فريكونس مره بعد قداش مره بعد قداش جيونا وكنا الحيوانات الغريبه واللي ما عندناش فكره تلقحوا ولا ما تلقحوش اوتوماتيكمون المواطن يجي ويتلقى العلاج في معهد باستور هو علاج وقائي سيروم وفاكسان ونقعد نتبعوا في الحيوان اذا كان نجموا نراقبوه سي لا سورفيونس اسوري واذا كان الحيوان تفقد وما نجموش نشوفوه وقتها نعتبروه معناتها مشتبه ونكملوا كينه مريض الكلب باش نحميو المواطن بي في تونس نحكيو على داء الكلب. العالم يحكي على جدري القردة ومنظمة الصحة العالمية صنفتو كوباء قاعدين تعملوا في أبحاث على المستوى هذايا. احنا عندنا دي سنتر ديدي بور سورفيي لاباريسيون دو سي مالادي. نحن الحمد لله ما سجلنا حتى حالة لكن ديما نتبعوا ما يدور في العالم بما انه بلادنا تستقبل مسافرين هذاك هو دونك قاعدين نتبعوا حتى التو الحمد لله ما سجلنا حتى حاله وان شاء الله نقعدوا هكا. اهم موضوع قاعد يخدم عليه المعهد اليوم في اطار البحوث العلميه شنو؟ والله كل مخبر عنده اختصاصاته وكل مخبر عنده اولوياته. انا هو المخبر المرجعي على المستوى العالمي. مثلا مخبر الفيروسات هو مخبر مرجعي على الصعيد الاقليمي. وركونو بار لو ام اس المنظمه العالميه للصحه هو معناتها جوستمون يلا سور لا سورفيونس دو توت لي مالادي فيرال ايمرجانت اللي قاعدين يزيدوا لانه توا فما متحولات ومتحورات مع تبدل الطقس الطبيعه في بعض الاحيان هي زاده تحتج وتظهر لنا حاجات جديده سواء على المستوى الحيواني او على المستوى البشري معناها. نحن تفهمنا على الاسئله من قبل مش فسر لكم علاش لانه مدام ساميه من الجمعه اللي فاتت نحن اتصلنا بها حابين ندخلوا اكثر تفاصيل في عمل المعهد والخبراء اللي فيه. اليوم الزاويه
كانت داء الكلب، وخاصة المجهود متاع معهد باستور على المستوى الوطني الإقليمي والعالمي. مدام سامية هي فرانكوفون، معناها بصعوبة تحكي بالعربية، كعليش فما شكون من المستمعين قال شبيه تقرم الورقة، لأنه هذا اللي حضرناه بالنسبة اليوم، وبما أنه مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية هما أغابوفون يحكيوا العربية، فركزنا معها على الجوانب هذية. ما نجمش ما نسألكش على دوركم في صناعة الأدوية، يشارك المعهد في صناعة الأدوية؟ احنا أوفيت معهد باستور فيه وحدة إنتاج لقاح البي سي جي اللي هو وحيد في تونس، والوحدة الإنتاج هذه موجودة في معهد باستور من عام 1920، معناتها من ليبوك متاع شارنيكول، والوحدة هذه هي الوحيدة من نوعها في تونس. دونك هي فخرة لتونس على خاطر توفر لقاح البي سي جي لكل لي نوفوني مولودين جدد، لكل الاطفال اكلي تبقى لنا بلاصه هذيك مدى الحياه، واللي يحمينا من برشا من برشا امراض. حتى في الكورونا قالوا يمكن ربي يسترنا لانه نحن عاملين التلقيح هذيك. فوالا وتواصلوا فيه، تواصلوا فيه. اي لا ما تواصلوش فيها هذيك. لا يا. شكرا لك مدام سامية منيف، المديرة العامة لمعهد باستور بتونس وأستاذة في الطب. إن شاء الله بالتوفيق لكم في الخدمة بتاعكم. نعاود نذكر الناس اللي في مخها داء الكلب منلقوا عليه كان في معهد باستور، راو مش في معهد باستور كهو، تلقاو مراكز التلقيح في كامل تراب الجمهورية من غير زحمة، معناها على معهد باستور. وتحية لكل الباحثين اللي فيه على المجهودات متاعهم. وشكرا لك انت. شكرا، نهارك زين إن شاء الله. يعيش. في لمان وبسلامة. يوم سعيد.